حين تتسارع الأحداث، حين تبدأ خطوات تأسيس الدولة الجديدة، حين تتعرض الأسواق للضغوط، حين تبدو الأمور أكثر تعقيداً من أن نبحث لها عن حلول، حين يحجم البعض ويتراجع البعض، نحتاج لمن يأخذ المخاطرة. مؤتمر المال جي تي أم 9 للتمويل، أضخم حدث اقتصادي تشهده مصر منذ ثورة يناير. الحكومة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المحلية والعربية والأجنبية. الاثنين 30 سبتمبر بفندق ماريوت الزمالك على مدار يومين.